ايوه يا باشمهندسين، ايه شايفين سامعيني الاول يا دينا؟ سامعني يا باشا؟ مع حضرتك يا دكتور. شايفين الباوربوينت؟ شايفينه؟ طيب انا اتوقع الله الساعه 9، ارجو ان الكل يحضر يا جماعه، ما عادش في وقت، دي اخر محاضره معاكم، لان انا هبدا مع مجموعه تانية بعد كده، انتوا حرين. الامتحان بتاعكم جاي فهم مش كتابه ولا حاجه، هتفهم اللي انا بقوله ده والله، هتطلع من الامتحان مبسوط وهتقول خلصت بتاعه، وتطلع بامتياز وانت مستريح. المحاضره اللي فاتت معظمكم ما حضرش، ما اعرفش كان في ماتش ايه بقى، عرفت من بهوات ان كان في ماتش مش عارف اهلي، انا مالي دعوه بالكلام ده، ما عادش في وقت اصلا، الترم خلاص. هنبدا اعيد بسرعه المحاضره اللي هي اللي قبل الاخرانيه دي، وهخش على الاخرانيه برضه لنخلص موضوع ده النهارده، اللي هو بتاع المخرطه. الاسبوع اللي فات انا اتكلمت على اجزاء رئيسيه المخرطه، وبعيدها بسرعه مش هقولها تاني. اربع اجزاء رئيسيه، ايه الفرش، الجزء ده اللي محطوط عليه ثلاث اجزاء، الجزء ده بيقولوا عليه الغراب الثابت، ده غراب متحرك، دي العربه. الغراب الثابت ده عباره عن الجير بوكس اهو، طالع منه المين سبندل، العمود الرئيسي، راكب عليه التشك اللي بيثبت فيها الورك بيس بتاعتنا، الشغله بتاعتنا. تحتيه على طول التغذيه، صندوق التغذيه، طالع منه عمود اهو. يا ابني انا مش فاهم العيال اللي ايه اللي بيجيهم متاخر دول، مش عارف. خش يا اخوي، خش يا سيدي. خلاص يا جماعه، يعني كل شويه يجي لنا واحد متاخر، الله اعلم هو معانا ولا لا. نرجع تاني بقى عشان العطله اللي بيعملوها لنا الجماعه البهوات اللي جايين متاخرين. المخرطه قلت اربع اجزاء، ادي الغراب الثابت عباره عن الجير بوكس اهوت، صندوق السرعات وصندوق التغذيه. الغراب المتحرك اتكلمت عليه، العربه اتكلمت عليها، اتكلمت عليها كل ده انا قلته في ومتسجل في فيديو معاك. دي مخرطه تانية نفس الاجزاء الرئيسيه اهي، اتكلمنا على كل، مالكش دعوه لا انت لا هترسم في الامتحان ولا اي حاجه. بيعتبر الاجزاء الرئيسيه يجي لك حاجه كده اقول لك دي مثلا ده عباره عن ايه، ده عباره عن الجير بوكس او الغراب الثابته. لو جالك اي حاجه اقول لك ده ايه، ويكتب لك اربع اسماء منهم اسم صح، ويقول لك اجب الاجابه الصحيحه ايه، هتيجي على الغراب الثابت تعلم ان هو ده وهكذا. كل ده مالكش دعوه برده بالرسم ده، مش هيطلب منك لا رسم ولا هترسم ولا تكتب. ده المين سبندل يقول لك ان مجموعه التروس جوه اللي هو صندوق السرعات الى اخره، كل ده قلناه. ده الربط وهنتكلم عليه النهارده، الربط بين الجير بوكس اللي بيركب عليه الشغله، بتركب هنا كده، هنا الظرف بتاعه، هنا عمود التغذيه بيبقى منين؟ من الصندوق، او ده صندوق التغذيه اللي بحرك ايه؟ بحرك العربه، العربه اهي، راكب عليه، راكب عليها القلم بتاع المخرطه، الشغله بتاعتنا هنا اهو، خلاص القلم هنا اهو، الشغله بتلف بس، القلم اللي بتحرك بتتحرك عن طريق العمود اللي انا بتك عليه، عمود التغذيه اللي هو ده، عمود التغذيه اللي هو ده، لان ده الصندوق اللي تحت ده اسمه صندوق التغذيه، الفيد بوكس، ده صندوق سرعات. خلاص يا جماعه قلنا الكلام ده الاسبوع اللي فات، وموجود عندك الفيديو متسجل فيه كل الكلام. العربه اهي الاجزاء بتاعتها، قلنا دي الرسمه الكبرى او الرسمه العرضيه، الرسمه الصغرى اللي هي فوق دي، المقلمه اللي قلم بيركب هنا، والاجزاء بتاعتها هي موجوده، الايد دي اللي بتشغل مانيوال، اعشى اوتوماتيك، كل الكلام ده قلته الاسبوع اللي فات، انا بس بفكرك بيه بسرعه كده. اهي الرسمه اهي، وعمود العروض مالكش دعوه بيه، عمود الجر او عمود التغذيه اللي هو ده في النص ده، خلاص اهو قال لك عمود الجر اللي هو في النص اهو، ده عمود العروض، عمود الجر اهو، وده مع الاداره، ايد اللي بيشغل مكنه وقفل، فحاجات سهله ومالكش دعوه برضه بالكلام ده، كل ده غير مطلوب منك، لكن عشان يزود تفكيرك في الرسم والحاجات دي، اما تكبر تبقى عارف الحاجات دي يعني بتعمل ازاي. هنا في حاجات غلط وانا قلتها لك برضه الاسبوع اللي فات، لو رجعت هو مشاور على الرسمه دي، وانا قلت لك دي الرسمه الكبرى او الرسمه العرضيه، هو مشاور عليها غلط، كاتب الرسمه طول، لا الرسمه الطوليه اللي هي الصغيره دي اللي هي في اتجاه طولي للمخرطه، يبقى اذا دي غلط. خلاص قلت برضه الاسبوع اللي فات اللي حاضر معايا، الرسمه العرضيه دي غلط، دي الرسمه الطوليه او الرسمه الصغرى. خلاص يا جماعه، هنا ده الغراب المتحرك من جوه، ايه بيقول لك ايه، اما يلف الايد دي في ادي مسمار الاوز اهو وصامولة، وتتحرك الزومبا بتاعته، وقلنا له اربع استخدامات قلتهم الاسبوع اللي فات. اول حاجه الزومبا دي سند المجهولات الطويله، اثنين عامل بشيل الزومبا واحط بنطه واعمل ثقب يبقى عامل الثقوب، ثلاثه استخدام السن ده اهو
سن زومبة الغرام المتحرك، ضبط سن الحد القاطع عند محور الشغل خلاص. وده الظرف اللي احنا بنثبت فيه الشغل، ادي الشغل بتاعتنا ايه، تلات لقم، وده التشاك بتاعنا 3 جو تشاك. وفي نوع اللي هو سيلف اندبندنت، وفي سنترنج، يعني الثلاثه يتحركوا مع بعض او كل واحد يتحرك مع بعض. وفي ظرف 4 لقم، افرض حاجه مربعه ما ينفعش ثلاث لقم يمسك. وبعدين بقيه الاظرف اللي هو الضغط الهواء والحاجات دي، المخارط اللي هي مش مطلوبه منك الثلاثه. انت بنستخدم دلوقتي ابسط نوع من المخارط بيسموها السنتر ليس او مخرطه الزومه، سنتر ليس خلاص. احنا كنا واقفين بقى على عدد القطع، جينا اهو فاكرين المخرطه بتعمل عمليات كثيره، 13 15 عمليه، فكل قلم او كل عمليه بيبقى شكل القلم بيختلف عن الثاني. وقلت لك ده المثال اللي ممكن يجي لك في الامتحان، ويجي يقول لك دي قلم ايه، ده قلم ايه. فده بيعمل ايه؟ بيعمل قطع مجاري، اندر كات اهي، قطع مجره. ده بيعمل ايه؟ حاجه يقص لبره، ده قص لجوه، ده الاوز، وده اسمها خراطه داخليه او الاوز داخلي او المهم ده الاوز خارجي، ده خراطه داخليه، ده هو قوس داخلي، ده قوس خارجي. ده اللي الحاجات المطلوب منك تبقى عارف اسمها بس، لكن اللي هترسم ورا غير تبقى فاهم. وقلت 100 مره. نيجي بقى لما انا وقفت عند المواد اللي بتصنع منها عدد القطع، قلت بسرعه هقولها بقى النهارده عشان نخش بقى على المحاضره الاخرانيه. اللي هناك اربع مواد، شوف المواد التي تصنع منها عدد القطع سواء للمخرطه، هو بيتكلم هنا عشان عدد القطع لكن بتستخدم لجميع عدد القطع، سواء كانت فريزه او متقاب، بنت متقاب خلاص، او قلم مقشطه، او سلاح منشار، بتستخدم ايه؟ لان المواد دي او الاليمه دي بتقطع معدن زيها، فلازم يكون ده انشف للمواصفات. ابسط نوع وارخص نوع اللي هو صلب الكربون، كربون ستيل. صلب الكربون نسبه الكربون فيه عاليه 8 من 10، 1.4 من 10 خلاص، ورخيص وبتاع. لكن عيبه، هو رخيص، عيبه انه لا يتحمل اكثر من 200 درجه مئويه خلاص، 200 بره، مع ان درجات الحراره في معظم المواد بتعدي، فعشان كده ما بيستخدمش الا في، مع عارفين ذكر الاوز والحاجات اللي هي خفيفه كده تيبس والكلام. النوع الثاني بضيف على الصلب الكربوني ده نسب بسيطه منخفضه، عشان كده بقول لك صلب كربوني مخلوط بنسب، ده الكلام ده في التفصيل في الكتاب، ده عنوان وانا بتكلم اهو. في واحد بيقول لي هو ده يكفي، قلت له يا ابني ما يكفيش، لان ده مش موجود فيه التفصيل اللي انا بتكلم عليك، بشوف بجيب عنوان واقعد اتكلم عليه. الصلب المخروط بنسب منخفض يعني ايه؟ ايه في مواد كروم، منجنيز، تيتانيوم، كربايد، الحاجات دي نسب بسيطه خالص، بحيث ان تخلي القلم بتاعنا يتحمل درجات حراره، لان اثناء عمليه القطع تتولد درجات حراره بتصل في بعض المعادن بالذات الصلب العالي او الفولاذ الى 900 وتزيد عن 1000 درجه مئويه، لكن الستيل العادي وكده بتوصل 500 400 600. هنا القلم ده اللي هو صلب منخفض ده لغايه 300 250 300، برضه ينفع لحاجات وما ينفعش لحاجات. هنا بقى اكثر الانواع استخداما في الورش والمصانع خلاص، اللي هو بيسموه الهاي سبيد ستيل، صلب سرعه هاي، صلب سرعات القطع العالي. ليه؟ لان بيستخدم سرعات اعلى من لما عشان الحراره، ده بتحمل درجه 600 درجه. ليه؟ لانه ضاف عليه 25% نسبه المواد المضافه اللي خمسه، يعني ربع، ربع صلب كربوني وربع الثاني عباره عن منجنيز وكوبالت وتيتانيوم والخ وكربايت خلاص، فبيخليه يتحمل لغايه 600 درجه، وبنستخدم سوائل التبريد الى اخره. فدي اكثر الانواع في استخداما في الورش في المصانع. اما تروح المصانع الحربيه عشان بتستخدم بقى الفولاذ، صلب رهيب، على انتوا عارفين المدرعات والحاجات دي بيبقى الصلب بتاعها فلان، فبنستخدم حاجه اسمها لقم الكربي، دي لقمه اللي هي الحته الجزء ده، الجزء ده كله ده صلب عادي. هنا اللقمه دي يا اما ملحومه او مربوطه، اللقمه الزرار دي من عباره عن بيسموها تنجس كاربايت تيبس، لقمه بتتحمل لغايه 900، شوف 900 ده لغايه 600، هنا 200، هنا 250 ل 300، هنا لغايه 600، هنا لغايه من 900 دي. وممكن استخدم بقى زيوت قطع اللي كلام عليها بسرعه دلوقتي، فبتخف حتى لو الدرجه زادت عن 1000 او عن 900، بستخدم سوائل تبريد او زيوت قطع وهنتكلم خلاص يا جماعه. يبقى انا خلصت من المواد، تجهيز اقلام مش مطلوبه منك الكلام ده، انك تسن في مكان خاص، الكلام ده بلدي ده سيبك منه، في مكان خاص عشان يعمل لي زوايا الجرف والكروس والكلام ده. وضع دي المقلمه، بيثبت قلم هنا، وقلت لك بيستعين بزومبة الغراب المتحرك عشان يتسن ده
يبقى على السنتر لاين بتاعك. اهو هنا جايب لك، خد بالك ادي الزوايا المفروض تبقى عارفها، دي اسمها زاويه الجرف اللي فوق دي، اهو دي الشغله بتاعتي، وده القلم اللي هو تلون باللون البني ده، ورسمها لك. دي الجيومتري بتاع اي حتى الاجنه لها نفس دي، سن المنشار، السنه في المبرد لها برضو الجيومتري دي، بس المبرد لها الزاويه دي سلبه. يعني ايه سلبه؟ يعني ايه الخط ده وطلع اللي فوق شويه كده عشان يخفف الحمل على الراجل اللي بيشتغل بيده. هنا زاويه الجرف يقول لك مجمع، يبقى اذا الزاويه ده ايه اسمها زاويه الجرف. طب الزاويه اللي هي بيتا دي من اول اللي فوق الخط ده ده زاويه السن، زاويه القطر. طب الزاويه دي مجموع زاويتين، دي سواء بيسموها زاويه الكليرنس انجل او زاويه الخلوص، اللي هي الزاويه اللي هي الفا دي زاويه الخلوص، مجموع زاويه الفا وبيتا دي اللي هي بيسموها زاويه القطع. يبقى اربع زوايا رئيسيه لاي عده قطع بيسموها زوايا القطع الرئيسيه، المين كاتنج انجل، المين كاتنج انجل. ورسم مالك القلم اهو، ادي زاويه الخلوص اهو عشان القلم ما يحتكش بالجزء بتاع الشغل اللي انا عملته، فبيعمل زاويه، فعشان كده بيسموها كليرنس انجل اللي هي دي. لو ساب دي عدل على طول ممكن السطح، ما شلت الريش اهو بقى والسطح ده بقى نظيف، لو الظهر بتاع القلم ده احتك بده بوظ لك الجزء اللي انت عملته. ارجو ان يبقى كل حاجه تفهمها وما الاوضاع الخاطئه بتاعت الايه؟ انا قلتها برضو بسرعه انه بالفعل. الوضع ده السليم اللي قلت لك بستعين بزنبه الغراب المتحرك في وضع سن عده قط عندي محور الشغل، ادي الشغله بتاعت ايه؟ سنتر لاين. ده الوضع السليم. كل قلم له زوايا جرف وزوايا خلوص غير ايه؟ لان كل معدن من المعادن بيسموه إيه؟ بيبقى له جيومتري. القلم اللي بيقطع الحديد الظهر غير الحديد الصلب غير الالومنيوم بتختلف الزوايا دي يا جماعه. خلاص؟ وكل معدن له بيسموه ايكونوميكال كاتنج سبيد، سرعه قطع الصدر. فاذا الزوايا دي مهمه جدا لتابع نوع المعدن بيجيب القلم والزوايا دي. طيب لو العامل مش فاهم وخلى سن القلم تحت السنتر لاين بالمسافه دي، او عامل تاني خلاها اعلى، يجي لك بقى يقول لك ما هو تاثير وضع عده قط اسفل سن اسفل تحت السنتر لاين بتاع الشغل، ويجي لك بقى عايز يكبر يصغر، لا ما تاثرش الى اخره، فاللي هي زاويه الجرف خليها زاويه الجرف. هيجي لك سؤال ما بيجي لك ثلاث حاجات او اربع حاجات تختار السليم، يعني تيجي على يصغر، اه الاجابه السليمه بزاويه الجرف بتصغر نتيجه ايه؟ ان حط بسلامته القلم اسفل. طب لو اتكلم على زاويه الخلوص اللي هي الكليرنس، اه هيقول لك بتزيد بتقل بتدنها ثابته الى اخر الكلام، لا الاجابه السليمه انها زادت وهكذا. وده طبعا في جميع الحالات لا يستحب لك ان تبقى فاهم يعني، لكن هو ده الوضع السليم. اما تقارن دي بدي على طول، دي كانت اهي السليمه صغرت، ده غريك انجل زاويه الجرف، هنا الكليرنس كبرت، والعكس بقى لما يطلع بقى السن القلم فوق بيليا يا فندم ما استخدمش سن الزومبه القلم الغراب المتحرك وراح حاطط لك اللي بتاع ده، ايه اللي حصل؟ زاويه الجرف صغرت ولا كبرت؟ كبرت، بتقارن بدي كبرت على طول. طب الكليرنس صغرت، خلصت فهم بس تفهم. خلاص الاوضاع الخاطئه القلم ده برضو كلام فاضي، انا قلتها بسرعه انه الفاتس اهو، عمر الحد القاطع خمس حاجات بتاثر عليه، اثنين تبع ظروف القطع اللي هي سرعه القطع والتغذيه، واثنين تبع المعدن بتاع الشغله او معدن المصنوع من عده قطع، واستخدام سوائل التبريد اللي هنتكلم عليها دلوقتي. ايه سوائل التبريد دي؟ عمال اتكلم عن سوائل التبريد، انا قلت لك هناك درجه حراره تتولد نتيجه عمليه قطع وبتصل لغايه 1000 بالنسبه للفولاذ الى اخره، فبنستخدم سوائل التبريد او زيوت قطع لها مهمه، دي مهمه جدا. اولا مزاياها ايه؟ بتخلي السطح بتاعي يطلع ناعم، تحافظ على حد القاطع، تحافظ عليه ليه؟ لانها بتقلل درجه الحراره، بتقلل الاحتكاك بين القلم وبين الشغله. خلاص؟ بتساعد على ازاله الريش من قدام القلم اول باول، زي تقدر تزود في الحاله دي طالما درجه الحراره قلت، بتزود سرعه القطع وبالتالي الانتاجيه او زمن التشغيل بيقل. خلاص؟ سرعه التبريد مستخدمه سوائل التبريد في زيت بيحافظ على سطح الشغله مش صدع، استخدام سوائل التبريد يقلل من ارتفاع الحراره، الكلام ده كله كلام سهل ويتفهم وضع. ايه انواع سوائل التبريد؟ قلنا يا اما زيت اللي هو المينرال اويل الزيوت الصناعي، او خليط من الزيت والفاتي اويل شحوم حيوانيه بضيف عليها الزيوت دي خليط. خلاص؟ او النوع الثالث خليط اللي هو بسموه سوليبل اويل. يبقى عندنا ثلاث انواع من سوائل التبريد، اما زيوت مينرال اويل او خليط من الزيوت زائد شحومات، الزيوت اللي هي المينرال اويل زيوت اللي هي صناعيه او كده، شحوم اللي هي الفاتي اويل، او خليط من الميه والزيت. دي اكثر الانواع استخداما في جميع المصانع. خلاص؟ والورش والاخر.
امال دي بتستخدم، دي قلت لك دي بتستخدم في مسار حربيه في قطع الفولاذ اللي درجه الحراره بتصل 900 وتزيد، فبيستخدموا مش سوائل التبريد، بيستخدموا زيوت قطع بيسموها الكاتنج اويل. خلاص يا جماعه، افضل انواع سوائل التبريد الشائعه للاستعمال هي خليط من الماء والزيت، انا قلت لك اللي هو اكثر انواع شيوعا اللي هو النوع الثاني ده. غير ضار طبعا، ماهوش ما بيأثرش على الانسان، ثمنه رخيص جدا، لا بيت في الاجزاء طبعا عليه. بيحضر بيجيب جيركن و 15 لتر ميه او لتر زيت او 20 لتر وهكذا، ده تجهيزه احنا مش عايزين كده. يبقى انا خلصت هذا الباب، هخش على الباب اللي ايه المهم بتاع المسائل، ده يعتبر ايه، نخش بعد كده على المسائل. خليكم معايا بقى، هطلع اهوت واجيب الايه الجزء اللي بعد كده. خلاص يا جماعه، دي المحاضره الاخرانيه اللي هي فيها مسائل. خلاص، ايه اللي النهارده مطلوب مننا بقى؟ احنا اختصرنا، كنت بقابلك ثلاث مرات، قلت مرتين الاسبوع اللي فات وكده، عشان لسه في مجموعات تانية هقابلها، ما عادش في اسبوعين ثلاثه في الترم، وربنا يسهل الحال، وارجو ان انتم تكملوا تقرير الورش وتسلموها وتخلصوا منها، عشان انتم مالكوش ميد ترم، اعمال السنه بتاعتنا كلها على تقرير كتاب. في شفوي اه، ممكن نعمل لكم امتحان ورقه كده تيجي مع الامتحان الفاينل 10 درجات ب 10 دقايق ولا حاجه زي الترم اللي، وسهله الشفوي سهل، لكن العملي او اعمال السنه بتاعت الماده دي مفيش لها امتحان، ده هي شغل حضور ورش عملي ما يتعوضش بيه. لو سمحت يا دكتور، ايوه يا ابني، هو الشفوي ده بدل المقابله؟ بدل المقابله اه، لان لو مفيش مقابله بعمل لك امتحان شفوي سؤال واحد بيجي مع الفاينل اكزام، زي ما عملنا في الترم اللي فات مع الطلبه بتوع ثالثه ورابعه، يجي لك سؤال 10 تمام، دقايق كده شكرا. ورقه لوحدها، اسمك بيتكتب على الورقه دي وبتيجي لوحدها ليا باسمك، غير الورقه بتاعت الامتحان اللي هي بتبقى بتاعت الفاينل على 70 درجه. الشفوي او المقابله دي 10 درجات بيجيب لك سؤال، لكن الورش معاك كتاب، كمل الكتاب وروح سلمه واخلص منه للورش، يبقى انت ضمنت اعمال السنه بتاعتك 20، وهذا الامتحان يجي لك 10 والفاينل اكزام 70، يبقى انت ضامن الماده وتطلع بقى بتعدين ان شاء الله. نيجي بقى النهارده تمام، هنعمل ايه؟ شكرا يا دكتور. بارك الله فيك. المخطط هي تشغيل الاسطح المخروطيه. هنستخدم ايه هي الاسطح المخروطيه؟ المخروط، المخرطه عموما بتطلع اسطوانه قطرها ثابت. طب انا عايز اعمل مخروط، وكلمه مخروط ناقص يعني قطر كبير وقطر صغير للاسطوانه. بعمله على المخرطه؟ اه. هنعمل كم طريقه؟ ثلاث طرق. منهم انا اتكلمت لما اتكلمت على الغراب المتحرك. ايه؟ قلت اربع استخدامات منهم عمل السلب او عمل المخروط. طب وايه تاني؟ الرسمه الصغرى، واحنا عرفنا الرسمه الصغرى فين راكبه على الرسمه الكبرى. وجهاز عمل السلب هنتكلم عليه. يبقى ثلاث طرق، واحد اثنين ثلاثه، هنتكلم على طريقه وكلام فاضي. المساله مش محتاجه لا ورقه ولا حاجه، ده سطر واحد تفهم تك تك بالكالكوليتر بتاعك وتيجي على الاجابه الصح، هيجيب لك مساله واجيب لك جوابها. والمساله تحل في سطر واحد. مش محتاج زي الرياضه انك انت عايز ورقه ومسوده، الكلام ده مش موجود عندنا. اوقات هتشوف المساله تضحك. خرائط الاسطح المخروطيه، الرسمه الطوليه اللي ورا متحرك، نيد نبدا بقى الالابوز التشغيل الاسطح المخروطيه بواسطه جهاز السلبه، ده هنتكلم عليه. اما البراغل والكلام ده سيبك منه، لانه ده سهله زي اللي ذكر الالابوز كده، بيبقى براغل مسلوبه ونعمل بها سلبه، لكن هنتكلم على الطرق اللي المخرطه نعمله، ثلاث طرق. حساب السرعه دي مهمه جدا، دي اللي بيجي عليها مسائل، هتكلم عليها دلوقتي برضو. المساله سطر واحد، سطر مش اكتر من كده. اول طريقه الرسمه الصغرى، ثاني طريقه الغراب المتحرك، ثالث طريقه جهاز عامل، دول اللي هتكلم عليها. البراغل اللي سيبك منها واقلام الخراطه المشكله، ده ممكن تعرفين يعني ايه قلم، يعني قلم بس بتعمل ايه، قلم كده صغير حجمه صغير من قدام، ده برضو مش هنتكلم عليه ولا غير مطلوب منك. المطلوب منك دي ودي ودي، خلاص ثلاث طرق اظني واضحه جدا، سالت لك. نيجي لاول طريقه الرسمه الصوره، فين فاكرين الرسمه الصوره كانت فين؟ ده ايه؟ انا بشاور ده لتشك، ده الظرف اللي انا بمسك بيه الشغله بتاعتي اهي، ده الشغله اهو، بس بعد ما عمل المخروط اهو، كانت اسطوانه الاول، هوريها لك اهو، ادي الشغله بتاعتنا اهي، اسطوانه جزء اسطوانه عادي، قطر اهو، القطر ده زي القطر ده، بس بعد التشغيل هيشيل الجزء ده اهو،
وطبعا الشغله بتلف، بشيل من ناحيه القلم محطوط هنا كده، القلم بيشيل من هنا، طالما بتلف هتشيل من هنا زي هنا بالظبط. وخد بالك المثلث ده مهم جدا، لان هي دي المساله اللي بتيجي على كلام فاضي. بس تبقى فاهم الاول، اللي ما حضرش زمان دلوقتي بيقول يا ريتني حضرت قبل كده، اللي حضر زي ما اقول لك ده كلام فاضي. الزاويه بتاعتنا دي كلها دي زاويه المخروط، زاويه ما هو المسلوب بتاعنا اهو مده كده، مخروط ناقص الزاويه بتاعتنا كلها. طيب الف على 2 دي اللي هي زاويه نص المخروط. انا الوقت الرسمه الصغرى اهي، دي الرسمه الصغرى، دي الكبرى اهي، الكبرى اللي هي العرضيه اهي، الفرش المخرطه ماشي كده، دي الرسمه الكبرى، الرسمه الكروس لاين اهي، الرسمه الصغرى اللي كان وضعها الطبيعي الاول كده عادل كده، عشان كده بقول لك رسمه هيميلها بزاويه كام؟ زاويه المخروط ولا لا نص زاويه المخروط، الف على 2. هو ده المطلوب. هو الراجل في التصميم بتاع التصميم ايه المعلومات اللي بيديها لي في لوحه التصميم؟ بيديني ثلاث حاجات، بقول اهو بيديني ثلاث حاجات، ايه هما؟ بيديني القطر الكبير ده، القطر الصغير ده، وطول المسلوب بس. طب ما بيليا مش هيقول لك انا ما اعرفش الزاويه دي كام، لا خد لا تان ولا كوتان ولا ساين ولا كوساين ولا يعرض. امال المهندس اللي بيعمل حاجه اسمها جدول سلسله عمليات بيحسب، يقول له يا ابني الفني بتاعه ميل، هنستخدم الرسمه الصغرى، ميل زاويه بتساوي كذا واشتغل، هيطلع المسلوب. بس يقول له طول المسلوب هو كذا، اقطع ليا القطر الخارجي كذا واشتغل، هيطلع بالظبط اللي بتاع. لكن الزاويه دي مين اللي المهندس هو اللي بيحسبها؟ طب تعالى يا باشمهندس، انتوا مهندسين كبار، نحسبها ازاي مع بعض؟ ادي الشغله بتاعتنا، الراجل اداني القطر الكبير ده بتاع التصميم ديزاينر، وادي القطر الصغير، خلاص خليك معايا بقى، والثلاث حاجات، وادي الطول بتاع المسلوب المخروط الناقص. طيب المثلث بتاعنا ده اهو، الطول ده الراجل مديهولي، مديهولي على الرسم على اللوحه التصميم. طب قال بقى اجيبه ازاي؟ قالب ب، خليك معايا بقى، قالب ب، قالب ب ده اهو في جزء تاني اهو قدوا الناحيه دي. طب لو انا جمعت دي على دي على دي، ما هو يساوي القطر الكبير، يبقى القطر الكبير بتاعنا ده اهو ناقص القطر الصغير على 2 هيديني قالب ب. اظن دي لو طالب في مش اعدادي هندسه، لا اعدادي بتاع زمان، هيعرف يقول لك القطر الكبير ناقص الصغير على 2، لان هنا حته اهي قد القالب، يطلع قالب ب. طب قالب ب جبته خلاص، ان انا طرحت القطرين وقسمت على 2 طلع لي ا ب، قسمت ا ب على الطول الراجل من الدور طلع تاني الزاويه دي، خلصت. عشان كده بقول لك المساله سطر واحد، مش محتاجه ورق ولا محتاجه حاجه، وهيجي المساله وقت اتفرج عليها. بيجي حاجتين بقى، صح خليك واعي ومعايا، اما يقول لك نسبه ميل الرسمه، ونسبه ميل الرسمه ده هو نفس القانون بتاع التاني. تاني يعني ايه؟ يعني هجيب القطر الكبير ناقص الصغير على 2 على لام اللي هو الطول ده، خلاص اللي هو تاني الزاويه يساوي ا ب، و ا ب قلنا ايه؟ القطر الكبير ناقص القطر الصغير على 2 لام. طب نسبه السلبه، شوف نسبه ميل الرسمه او نسبه ميل السلبه، نسبه ميل الرسمه، نسبه السلبه، اصحى معايا بقى لان الطالب بيتلخبطوا بين نسبه الميل ونسبه السلبه. نسبه السلبه هي نسبه تناقص القطرين الى طول المسلوب. كلمة تناقص يعني الفرق بين القطرين إلى، بتعمل نقطتين كده إلى طول المسألة. المسألة هتوضح، مش محتاجة كلام كتير. خلاص؟ آدي المسائل الموجودة عندك في الكتاب، بيقول لك مطلوب تشغيل جزء مخروط القطر 25 ده الكبير، والصغير 18 وطول المسلوب. دي الحاجات اللي بيديها للراجل على الرسم. احسب بقى زاوية الميل ده، أنت بتحسبها وتحطها في جدول تسلسل العمليات وتديها للعامل يشتغل بالرسمة. مطلوب إن أنا أشتغل بالرسمة صورة. سطر واحد مش محتاج ورق ولا حاجه، هتروح مطلع الكتب بتاعك قلت له القطر الكبير ناقص القطر الصغير على ايه؟ على 2 لام، يديني تاني الزاويه، وبتاني الزاويه على طول بتعرف الاجابه الصح. خلاص يا جماعه، اظن الكلام ده مش محتاج لا ورق ولا تفاصيل ولا حاجه، هتضيع قافي الالف ب اهو اللي هو قافي الكبير ناقص على 2، وبعدين طول المسلوب كام؟ بيروح قاسم على ال 40 او قاسم 3.5 اللي طلعت اهي على ال 40، طلعت ظل الزاويه تاني من جدول تطلع 5 زاويه. طيب مثال تاني، مطلوب عامل سلبه بتقول لك كذا كذا، القطر الكبير 72 والقطر الصغير 44، اوجد كلام فاضي زي اللي فات بالظبط، طول ما موجود الكبير والصغير ما خلصنا. نيجي بقى دي مره الطلبه انا جبتها لهم مساله تضحك، من حوالي كام سنه كده قبل الجائحه اللي احنا فيها دي من 5 سنين، قلت له مخروط طوله 80 مللي، الفرق بين القطرين
8 اوجد نسبة الرسمة ونسبة ميل الرسمة او نسبة السلبة. المهم نسبة الرسمة هي نسبة الميل. لما نسبة سلبة بدل ما فيش فيها كلمة رسمة اوعى تلخبط، نسبة ميل السلبة هو نسبة ميل الرسمة، اما نسبة السلبة بس لوحده ده إيه؟ طيب انا جبت لك طول، اديتك الطول، الطلبة بعتوا لي في اللجان والنبي يبعتوا لنا الدكتور، لا قطر طوار موجود ولا قطر كبير. ايه يا ابني في ايه يا ابني؟ قال لي يا دكتور فين القطر الكبير اللي انت قلت لنا بالظبط؟ قلت له انت زميل بو ايه؟ انا مش اللي القانون بتقول لي قطر كبير صغير على 2 لام. طيب ما القطر الكبير والناس صغير ما هو موجود اهو، فارق القطرين ليه؟ ما بفكرش بدماغ وشغال عباره عن كوب بسماح مش لا شغل دماغك يا ابني. خلاص يبقى في الحاله دي لو انت قلت لك بقى نسبه السلبه غير نسبه ميل، نسبة السلبة اللي هو تناقص القطرين اللي هو 8 إلى 80 8 اللي هو فارق القطرين مش على 2 ده نسبة السلبة مش ميل، بقولها 100 مرة. أما نسبة ميل الرسمة أو نسبة ميل خلاص بدل فيها رسمة أو ميل يبقى نقسم على 2 يبقى قطرك بنظر على 2 إلى 80 هتطلع 1 ل 20 1 ل 10 هنا 1 ل 20. أرجو الكلام ده. نيجي الطريقة الثانية وهي الغراب المتحرك. خليكم معايا يا باشمهندس ثواني. خلينا بقى في الطريق معايا يا باشمهندسين، معايا يا باشمهندسين مع حضرتك يا دكتور. طيب معلش كان النت فيها مشكله دلوقتي وجت تاني. الوضع الطبيعي بالنسبه للطريقه الثانيه اللي هي الغراب المتحرك، لما انا قلت الاربع استخدامات للغراب المتحرك قلت لكم يا جماعه منهم طريقه عمل المسلوب او المهروب. الغراب ده ظهره بقى، كانتوا عارفينه قدام بيبقى الزوم بقى دي ظهره. الغراب المتحرك عباره عن جزئين، ادي جزء فوق وجزء تحت، الاثنين ماسكين في بعض رابطين مسمار هنا قال لي بولت اهو، قال لي ادي مسمار قال لي اهو خلاص، وجاي من المصنع متظبط. شوف الشرطه اللي فوق اهي، الجزء اللي فوق مع اللي تحت بالظبط. ليه؟ عشان الزومبا تبقى في السنتر لاين بتاع الشغل. طب انا عايز استخدمه واتكلم على دي شويه، استخدمه اعمل مخروط بيه، يبقى لازم ارحل الجزء اللي فوق ده، الجزء ده اللي راكب على الفرشه اللي تحت ده اللي راكب على الفرش ما اقدرش احركه، بحرك الجزء الثاني اللي فوق ده عن طريق بهو مسمار من دول اللي هو ايرن كده، بالن كده بستخدم ايرن كده عشان احرك مسمار واحرك، يعني هاوي واحد وحرك احرك مسافه قد ايه؟ شوف احرك مسافه اهي. وطبعا عشان يحركوا هقول لك ده قصه، وعشان يرجعوا تاني بالظبط الاثنين دي صعبه جدا، والعامل يقول ربنا يستر والمهندس يقول ربنا يستر. طيب امتى بيضطر الراجل؟ شوف الراجل عامل ازاي، جايب مفتاح وجايب ساعه القياس اللي قلتها لكم في المحاضره المحاضره اللي فاتت اللي هي بتقرا 1 من 100 ملي او 1 من 1000 عشان اما يحرك مش بعينه، ما اقدرش اقدر المسافه دي بعيني، ده انا بحسبها وبحرك بيه ادي الالينج بحرك اهو وعيني على الدايل انديكيتور او ساعه القياس اللي احنا شفناها في اجهزه القياس، كانت اخر حاجه في
في الجزء بتاع القياس. خلاص يا جماعه، يبقى امتى يستخدم؟ ليه بيروح للطريقه الصعبه؟ الطريقه اللي فاتت اللي استخدام الرسم الصوره، طول ارجع لها تاني بسرعه برضو عشان ايه، طول الفتيل او الغاووز بتاع ده طوله 140 ملي، شيل سنه من الاول سنه من الاخر، يعني اكبر طول يقدر يعمله كام؟ 120 ملي، يعني كام سنتي؟ 12 سنتي. بحرك من هنا من الايد يدوي، اه يدوي، مفيش اوتوماتيك مفيش، وبالتالي ده عيب من العيوب الرسمه الصغرى. هي سهله جدا في ضبطها ورجعها تاني والكلام ده سهل، لان في منجله تحت وبحرك خلاص، لكن عيبها ان هي بتعمل لي مخروط محدود ما يزيدش طول على 12 سنتي. ثانيا التغذيه مانيوال فقط مش اوتوماتيك، وبالتالي السطح ما بيطلعش درجه نعومته ثابته. عرفتوا بقى؟ نيجي بقى للغراب المتحرك. الغراب المتحرك انتوا عارفينه بيتحرك من اول الفرش، لو المخرطه طول الفرش بتاعها 4 متر 5 متر بيتحرك، وبثبت الشغله بتاعتي في الغراب الثابت الناحيه دي، ومن الناحيه الثانيه الغراب المتحرك الزومه بتاعته بتبقى راكبه في شغله وحرك المسافه دي. خلاص يبقى عرفنا ميزته بقى ان هو للمشغولات الطويله. ثانيا ان انا ممكن اعمل الشغله بتاعته طويله، ساي الشغله بتاعتي 200 ملي وعايز اعمل فيها جزء مش هعملها كلها مخروط، هسيب منها جزء واعمل فيها كده مثلا 125 ملي مخروط واسيب الجزء الباقي الصنع عادي. اه ممكن اعملها بالطريقه الوحيده اللي اقدر اعملها بيها اللي هي اللي هو الغراب المتحرك، وهيشوف المسائل الكلام ده. يبقى الوضع الطبيعي للغراب اشارتين قصاد بعض، حركتهم المسافه دي كل المطلوب منك برضه بتتحل في سطر واحد. احسب اهو، تيجي بالنسبه للانحراف، عدم قدرته على الانحراف بمسافه كبيره، ده عيوبه يعني بزوايا معينه طبعا ما يقدرش يحركه اكتر مسافه معينه، دي عيب. عدم قدره على انتاج المخروطات الداخليه، ما ينفعش المخروطات الداخليه، امال مين؟ طب هل الطريقه الاولانيه تعمل مخروطات داخليه؟ لا برضه، لا رسمه صغرى ولا ده اللي هو الغراب ده يطلع ليا مخروطات داخليه. امال ايه؟ لسه جهاز الرسمه التبر اتاتشمنت اتكلم عليه لسه ما جاش، اللي هو مزاياه اللي هو الاخراني. حساب مقدار الانحراف اهو الغراب المتحرك احسبه ازاي؟ اهو نفس المعادله اللي يعني المعادله اللي فاتت، انسى الجزء ده، المعادله بتاعت الرسمه الصغرى خليك معايا اللي فات كنا بنحسب ايه؟ بنحسب ا ب ازاي؟ ا عارفين فاكرين ا ب؟ ما هو ا ب هو دي المسافه اللي انا هحسبها، كانت عباره عن قطر كبير ناس قطر، فاكرين ا ب؟ اجيبها لكم تاني اهي. هو بعد اذنك يا دكتور، هو المحاضره دي متسجله عشان باكد ان انت عنده يا ابن المحاضره دي متسجله وبعتها لك، بعتها لك والله امبارح بال 12 بالليل بعتها لك. ها اللي هي على الجروب، على الجروب والواتس الجروب، ولا وعلى الموديل هبعتها لك على الجروب كمان. انت الجروب كام؟ تمام انت الجروب بتاعك ها جروب 5؟ ما انتوا مش عاملين معايا جروب 5 يا ابني 10 جروب، عاملين جروب مع في اعمل جروب حط اسم معاك عشان اقدر ابعت لك حاجه. انت معاك نمرة تليفوني؟ ايوه ايوه حضرتك، احنا في الجروب انت معانا يا دكتور، انت معانا بس مش كاتبين 5 انت هندك هندكه انتاج بس. طب ماشي انا معاكم فعلا. طب انا بعت لك الحاجات دي، انا بعت لك كل الكلام ده، وابعت لك كمان المحاضره المسجله النهارده هتيجي لك النهارده ما تقلقش. خلاص تمام شكرا لحضرتك. تمام شكرا ماشي. الالف ب ده هو هو ده يا جماعه، هي دي المسافه اللي بتحركها سن الغراب اللي احنا بنحسبها دلوقتي اللي هو الالف ب ده. كنا بنحسب الالف ب ازاي؟ مش تام الالف ب اللي هو فرق القوتين على 2 اللي هي ده اهي، ادي المسافه اللي بدي اهي قاف الكبيره نفسها. امال ليه في لام ضرب في دي ليه؟ دي لو انت هتستخدم اسطوانه طولها 200 ملي اهو مدلكه، هعمل منها مخروط عليها 125 والباقي اسيبه عادي. يعني يعني تصور الاسطوانه بتاعتي اللي هي جاي الراجل جابها لي قال لي عندنا اسطوانه طولها 200 ملي، طب وبعدين؟ المطلوب اهو يراد تشغيل سلب عليها بطول 125 بقطر 28 ملي اكبر، والقطر الاصغر كام؟ 24 ملي. اوجد قيمه المسافه المرحله المحوره، هي دي في الحاله دي، عشان كده دي ظهرت الجزء ده ظهر. طيب لو الغراب المتحرك ابو هلتنا بيعمل مسلوب من اول الشغله لاخرها، يبقى معناها ان ده بيساوي ده، يعني ده كله ده واحد، يبقى رجعنا تاني
للمسافة اللي يتغرب أهل التي من راح الغرام متحرك المسافة إيه خافي كنا. لكن لو أسطوان هعمل عليها هسيب جزء أسطواني زي المسألة دي وجزء سلبة بستخدم خافي كبيرة على اثنين في لام الكبيرة. سيبك من لام واحد بقول لام الكبيرة على لام الصغيرة. لام الكبيرة اللي هو طول الأسطوانة الكل، لام الصغيرة طول المسلوب، يعني لام الكبيرة يعني 200 لام الصغيرة اللي هو طول المسلوب 125 وهي سطر واحد. عشان كده مش محتاج لورق ولا حاجة، اللي فاهم وحضر معايا هتلاقي 100% وهي قاعد خف الكبيرة على خف الصغيرة على 2 في لام الكبيرة ال 200 عليه بروح مطلع والإجابة هتلاقيها بقى 3.2 من 3.6 من 10 و3.5 يدي لك عشان يلخبطك ويقول لك علم على ما فيش مش هترسم ولا علم على الإجابة الصحيحة بتيجي على 3 من 10 اللي فاهم لأنه معاك الكلية هي سطر واحد بيروح تيجي دي نصدي على دي في دي دي اه ده طلعت دي بقى دي الصح. شوف السؤال بياخد منك دي منهم نص دقيقة ادي كل ما مطلوب منك. خلاص يا باشمهندسين مره جبت مساله قلت ايه قطعه تشغيل طولها 200 مللي وقطرها قطرها رحت مديله القطر بتاعها يراد سالب على طول 50 والقطر الاصغر للمسلوب اديته ما اديتش القطر الاكبر. اصحى معايا بقى دي لان دي من الحاجات اللي الطالب المفروض مهن يفهمها. قطر الاسطوانه الاساسي اللي هو دي قطرها اديت لك طولها وقطرها معناها طالما المسلوب ما هو شابك فيها ماسك ما هو منها يبقى القطر الكبير للمسلوب هو قطر الاسطوان اللي انا اديت لك هنا. يبقى في الحاله دي مش محتاجه دي القطر الكبير. افهم هذا الكلام دي اللي انا عايزك تفهمه معايا يا باشمهندسين افهموا هذا الكلام. والله الكلام اللي بيحضر ما هيقول لي ده هيطلع من الامتحان وهيبقى طالع يقول لك ده احنا حلها نفس اقل من ساعه انتوا حرين. نيجي الجهاز عمل السلبة اللي هو تيبر اتاتشمنت. ده جهاز موجود في بعض مش كل المخارط بعض المخارط بيسموه جهاز عمل السلبة. اثناء الخراطة العادية تلاقيه رايح جاي واخد بالك زي ما انت شايف كده. ساعة ما اجي اعمله استخدمه بقى في عمل مسلوب بروح ربطه كده في البيد في الفرش المخرطة ومسمار اللي هو بتاع الرسمة الكبرى ده الالوز اللي بحركه بروح فكه واخلي الحركة بتاعة الرسمة الكبرى ده هي جايد للمسطرة بتاعتنا ده بتاعت الجهاز ده. يعني هي دي راكبه في جشمه من تحت كده جايد راكبه على المجرى بتاعه المسطره دي وفي الحاله دي ساعه ما تمشي العربه الاقي الرسمه بتاعتنا ماشيه وعماله تتحرك السن بتاع القلم ده هو بقى ماشي موازي تماما للمسطره. خلاص دي مسطره جهاز اللي عمل السلب بسموه تيبر اتاتش. طول المسطره دي كان معظم طول المسطره دي 500 مللي في معظم بعضهم القليل 750 لكن دايما نجيب المساله على 500 مللي. وفي الحالة طبعا اللي انا بعمل عليها بقى مسلوب طوله 400 في الحالة دي القانون اللي فات هيبقى خاف الكبيرة ناس خاف الزهرة على خد بالك في لام الكبيرة اللي هو طول المسطرة بنعتبرها هي دي اكبر حاجة على 400 اللي هو طول المسلوب. يعني نفس القانون اللي فات هو نفس القانون بس هناك كانت الشغلة طول الشغلة كلها هنا طول المسطرة. ارجو ان الكلام ده وعندك المسائل موجودة في الكتاب. فيبقى كده خلصنا جهاز عمل ميزته يبقى ميزة هذا الجهاز اللي هو طبعا محدود ب 500 مللي كلام لكن الوحيد اللي يقدر يعمل لي ألغوص داخلي او مخروط داخلي لا الرسمه الصغرى تقدر تعمل ولا جهاز الجهاز الغراب المتحرك يقدر يعمل حاجات مخروط داخلي او ألغوص داخلي. الجهاز عباره عن مسطره اهي تنزلق على دليلين ادي الدليل اهو واحد يقرا درجات وواحد ممكن يقرا. احنا هنشتغل بالملي وبيتحرك حوالين يا اما النص يا اما يتحرك على الطرف خلينا في الطرف. خلاص المطلوب مسافة انحراف المسطرة كام لان المسطرة لو عدلة كده يبقى العربية بتاعتنا الرسمة دي هتمشي عدلة. انا بميلها عشان وفاكك المسمار من تحت طبعا الجايد بتاعنا بحيث المسطرة يبقى الجايد هي بتاعت الرسمة الكبرى ماشية موازية القلم بتاعي ده هو موازي للمسطرة فانا بحركها المسافة اللي هتحركها. خلاص يا جماعة حسب زاوية الميل المطلوب او مسافة هنستخدم مسافة انحراف المسطرة وهي متصلة بالرسمة العرضية بواسطة دليل. خلاص معظم المخارط ينفصل العمود انا فصلناه قلت لك فصلناه الالوز الرسمة العرضية عن جهاز. خلاص يا جماعة وهكذا ارشادات تنظيف جميع الاجهزة لتثبيت الجهاز يجب فصل حركة عمود الالوز فصلناه. الرسمة دي الصغرى هي وضعها كان المفروض كده بميلها كده عشان القلم بتاعي يبتدي يشتغل العمق القطع بتاعه. هنا هيقول لك ميزتها سهوله قطع الالوز الداخله ده مميزات جهاز السلبه اهو ده الوحيد اللي اقدر اعمله سهوله ضبط جهاز السلبه عن مراجعه الضبط. كل الكلام ده هتراه كلام فاضي ولا اخر حاجه بقى البراغي اللي قلت لك سيبك منها
لكن الحاجه الجزء اللي بيجي عليه مسائب ودي برضو الالاوز وكده اللي هي حساب سرعه القطع والتغذيه، ودي اخر حاجه لان احنا دخلنا على ساعه عشان نقدر نرفع له كل بتاع ده على بعد كده على البتاع ده هرفعه بعد كده ما اخلص واسجله برفعه لكم على الموديل وبرجع تاني ارفعه على اليوتيوب وابعته لكم عشان ابعته لكم. حساب سرعه القطع والتغذيه، سرعه القطع والتغذيه عمق القطع، انا اعرفهم الاول. حساب كلمه سرعه القطع، خد بالك فرق بين سرعه القطع اللي هي وحدتها متر بير مينيت اللي هي السرعه النسبيه، لو الالم بتاعي الشغله بتلف سن الالم السرعه النسبيه بينهم سرعه خطيه بقولها لينير لينير فيلوسيتي مش رين مش 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 روتيشن. الروتيشن او سرعه الدوران الشغله بتبقى لفه بير مينيت ريف بير مينيت دي سرعه اللي هي الان ده سرعه دوران. انا بقول سرعه القطع كاتنج سبيد، كاتنج سبيد وحدتها متر بير مينيت. طه اللي هي الباي اللي هي تعتبر الدايمتر بتاع الشغله، النون كان بتلف الشغله بتاعتنا في الدقيقه على 1000 لاش القطر ده بالملي خلاص القطر بالملي و خليكم معايا يا جماعه خليكم التغذيه خلاص قلنا دي خلاص. طب انا لو اديتك في المساله نون قلت لك حسب سرعه القطع اظن سهله، نون هتساوي 1000 في سرعه القطع لو انا مدي لك الفي ايه على باي في الدايمتر بتاع الشغل اظن دي سهله يعني. نيجي للتغذيه، ايه التغذيه دي؟ انتوا فاكرين لما انا كنت بقول لكم في حركه دوران الشغله او الجير بوكس والفيد بوكس مرتبطين كده مجموعه تروس على الجنب كده تاخد بالك منهم هيجي الكلام عليهم بعد كده اللي هي بيسموها مجموعه العروسه. التغذيه بتاعت الالم التغذيه الطوليه بالذات يقول لك الالم بيتحرك 2 من او خليها 2 من 10 مللي لكل لفه. يعني ايه 2 من 10 مللي لكل لفه؟ لفه ايه؟ الالم اللي بيتحرك حركه خطيه خلاص راكب على التول بوست وركبه التول بوست على الرسمه الصغرى والرسمه الصغرى مع الرسمه الكبرى. يعني الالم هيمشي 2 من 10 مللي لكل لفه من دوران الشغل. طب لو الشغله بتلف 1000 لفه في الدقيقه يبقى الالم هيمشي في الدقيقه كام؟ طلب الشطار يقول لك هو في اللفه الواحده هيمشي 2 من 10 ده اللفه والشغله بتلف 1000 لفه في الدقيقه يبقى هضرب ال 1000 في 2 من 10 هيطلع 200 ايه؟ ملي متر برمينت. طيب 200 ملي متر برمينت دي عباره عن سرعه ولا ايه؟ سرعه خطيه هي دي سرعه. ساعات بقول للطالب احسب لي سرعه عده قطع، سرعه عده القطع في الدقيقه والله بيتلخبط بين سرعه القطع دي اللي هي المتر وسرعه القطع لعده القطع خلاص. سرعه القطع لعد بقول سرعه عده القطع ما بقولش حتى عد بقول له احسب لي سرعه عده القطع في الدقيقه اللي هي عباره عن عدد لفات الشغله في الدقيقه في التغذيه. وبقول لك ليه؟ لان هتيجي نوع عند زمن القطع ده هتتلخبط تقول لك هو جاب طول الشغل ايه المطلوب خرطته على التغذيه في عدد اللفات ايه دي؟ قاسم دي على دي؟ اه ما انا هجيبها لك دلوقتي اقول لك دي ايه؟ احنا كل الهيصه دي بنتعمل ليه؟ مهندس العمليات او بتاع العمليات او مهندس الانتاج لو ساب اللفند الفني يعمل شغله معينه من غير ما يقول له الناس تاخد وقت قد ايه هيقعد له يوم الحاجه اللي بتتعمل في ساعه ممكن يعملها لك في يوم. فبنحسب زمن القطع او زمن التشغيل. فعشان كده لازم نعرف وبدي لك العلاقه بين الاثنين دول لان في المساله ساعات ادي لك ان او ادي لك في خلاص. في اللي هي سرعه القطع الخطيه، ان اللي هي سرعه دوران الشغل خلاص. طيب عمق القطع اللي هو ايه؟ بقول لك انا عمق القطع احفظ الكلام ده. عمق القطع بتحسب على الراديوس مش على الدايمتر، الراديوس. عمق القطع الديبس اوف كات اللي هو قطر الشغله قبل التشغيل ناقص قطر الشغله بعد التشغيل على 2. بقول لك عشان بحسبها على الراديوس. عمق القطع يا جماعه الراديوس خلاص. ده لو هعمل مشوار واحد. هو في اكتر من مشوار هقول لك امتى نعمل اكتر من مشوار. بس خلينا الاول زمن القطع بتحسب ازاي؟ انت لما تحسب زمن اي حاجه في الدنيا عربيه ما سرعتها كذا والمسافه بين الزجاجيه والمنصوره كذا يحسب مش عارف ايه الكلام ده اظن بيقول لك المسافه على السرعه بيدينا الزمن. طول الشغله بتاعتي ده مديها لي في المساله طولها كام؟ خلاص؟ اديها لي 600 مللي.
واداني التغذيه اللي انا مديلك دلوقتي في المثال كام؟ 2/10 ملي كل لفه في عدد اللفات. وانا قلت لك المضرب دي في دي بيديني سرعه عده القطع، سرعه يعني الالم بتاعنا دي ماشي في الدقيقه كام؟ طب الطول ده كام؟ 600. وحسبنا دي قبل كده مع بعض 200. 600 على 200 فيها الكام يا باشمهندسين؟ ها 3 منت. ده دي لو انا هقطع الشغله مشوار واحد يعني الالم شال مش. طيب المساله دي جايه في ساعه يقول لك ايه؟ لو عندك قطر شغله 600 ملي، انا بقول لك شغله قطرها 60 ملي، عايز اصفيها اهي القطر النهائي 40 ملي. اسحى معايا بقى شوف الطلبه الشطار، قطرها 60 ملي عايز اصفيها قطر النهائي 40 ملي. اذا علم ان عمق القطر للمشوار الواحد 2 ملي، الله يعني ما اقدرش اشيل اكتر من 2 ملي في المشوار واحد. احسب عدد مرات القطع واحسب زمن القطع الكلي. طب انت شغلك كام؟ 60 ناقص، ما اقول 60 ناقص 40 يطلع ايه؟ الفرق بين القطرين. انا قلت لك العمق القطع بحسبه على ايه؟ على الراديوس. يبقى 60 ناقص 40 هيطلع 20، بس ده فرق القطرين، قاسم على 2 يطلع 10. ده عمق القطع الكلي اللي انا عايز اشيله، بس انا بشيل في المره الواحده يا جماعه 2 ملي عمق القطع المره الواحده، لان انا لو شلت اكتر كده لا ممكن يتكسر او المكنه الموتور يتحرك. يبقى طب انا هشيل كم مره بقى؟ يقول لك اما انت عندك عمق القطع الكلي كام؟ حسبناه 5 ليه 10 عمق القطع كله 10 على 2 سوري، يبقى عدد مرات قطع كام؟ 5. هقولها تاني، شغله قطرها قبل التشغيل 60 ملي عايز اصفيها ل 40 ملي. إذا علم أن عمق القطع للمشوار الواحد 2 ملي، احسب عدد مرات القطع واحسب بعد كده زمن القطع الكلي، ومدي لك طبعا طول الشغلة والتغذية. المهم خلينا في عمق القطع 60 ناقص 40 هيطلع 20، بس ده الفرق بين القطرين. العمق القطع اللي على الراديوس كام؟ 20 على 2 10، وأنا بشيل كل مرة 2 ملي، يبقى كام مشوار؟ 10 على 2 يبقى 5 مرات. أنا حسبت دي قبل كده أظن 3 في كام دي؟ في 5 يطلع الزمن الكل كام؟ 5 في 3 15 ملي. أصل دي كلام فاضي ومتسجله اهي مره واثنين ومع بعض كده. اخر حاجه عشان ايه؟ دخلنا على ساعه اهو عشان ما نطولش عليكم اكتر من كده. تسلسل العمليات ده مش مطلوب منك، لكن ده انا بقول لك ايه اللي بيحصل في الشغله بتاعتنا اللي هي زي دي، ده المنتج النهائي. مهندس تخطيط العمليات او البروسيس بلاننج انجينير بيعمل حاجه اسمها البروسيس شيت. يعني ايه؟ يعني خطوات التشغيل، كل خطوه هيعمل ايه وهيعمل ايه ويعمل ايه، وفي النهايه او الشغله قطعها هي دي اهي. بس بيقول لي العامل هتعمل ايه هنا، حدد الطول هتعمل ايه هنا، اقول لك ايه ده هيعمل ايه، المسطره هيقيس بيه، شوف كل حاجه موجوده، سرعه القطع هيستخدمها هنا كام، والزمن الكلي كام، كل حاجه محسوبه. بس في الاخر خلص الشغلانه قال لك الشغلانه بتاعتي دي اتكلفت كام؟ خدت كام دقيقه يحسب؟ خدت ساعه؟ خدت. يبقى اذا الشغله ان هي الراجل قطعها بارتنج اوف اهي، ده هي الشغله الاولانيه ده. دي تسلسل عمليات التشغيل 1 2 3 4 5 كام عمليه؟ 6 عمليات تشغيل وخلص الشغله بتاعتي. فده مش مطلوب منك، لكن تفهم ان العامل بتاعنا بتروح له حاجه اسمها تسلسل عمليات تشغيل اللي هو بروسيشن، تسلسل عمليات تشغيل لقضيب من الصلب. الشغله بتاعتنا اهي، فكل عمليه من دي الراجل بيقول له هتعمل ايه هتعمل ايه هتعمل ايه، والتولز المستخدمه قلم عادي قلم عادي قلم فاصله اهو اللي هو قلم بارتنج اوف ده منحني قلم، كل ده مش مطلوب منك، لكن لازم تبقى فاهم ان كل حاجه لها نظام. خلاص يا باشمهندسين، وكده يبقى خلصنا معاكم، عشان انا هروح للمجموعات الثانيه بعد كده. في اي اسئله بقى قبل ما اطلع؟ عشان هطلع ايه اسجل الكلام ده وابعته لكم بعد شويه، بس على ايه بسجله واحطه الاول على الموديل، وبعدين احطه هياخد وقت على ما احطه على اليوتيوب. اليوتيوب خش بس اكتب دكتور ابراهيم عليه ويوتيوب، هتلاقي فيه جميع الحاجات الخاصه بيكم وخاصه بثالثه ورابعه وخمسه. حضرتك وانا نجل عشان بك انا ما عرفتش يعني ما عرفتش اجمع كويس من حضرتك النهارده الوقت، عشان النت كان عنده مشكله بك. ما انا بقول لك اهو انا اخر محاضره الوقت، انت بتسال على البروسيس شيت اللي قدامنا ده ولا بتسمع ليه؟
تسأل عليه. أنا بسأل على المحاضرة هتبقى نجلة يعني؟ أيوة هسجلها ونزلها لك الوقت حالا. تمام شكرا. هنزلها لك على الموديل وبسجلها ونزلها على اليوتيوب. خش على اليوتيوب كده يكتب دكتور إبراهيم علاوة تلاقي صورتي موجودة، لأن في إبراهيم علاوة تانيين صورتي. بالنسبة للمكان المكان اللي هي في المادة ديت نجاكلها ونقف قوانين ولا نعرفها جاي؟ المادة يا ابني ما فيش فيها قوانين، ده هو القوانين اللي قلت النهاردة الحاجات الوحيدة المسائل سطر واحد وانا ايه سطر واحد المسألة مش محتاج ورق تقل فيه كالكوليتور صح. عايز تاني زاوية الرسمة الصغرى عايز تجيب ميل السلبة تجيب ميلها زي اللي هي قلب بيه على اللام طول المسلوب قطر كبيرنا صغير على اتنين لام تان وتحسب من الكالكوليتور يطلع وتعلم على حاجة الصح والغلط ما تعلمش عليه. ايه المسألة بتاعت لو الغراب المتحرك ايه برضو نفس الكلام قفل كان صغير على اتنين في الكبير لو الشغلة بتاعتنا كبيرة ومعمول منها جزء مسلوب ايه يبقى طول الشغلة كلها لو 200 على طول المثال 125 وكذلك الرسمة اللي تعالى. زمن التشغيل اللي انا قلته الوقت في سرعة الخط وزمن التشغيل بحسبه ازاي طول الشغلة بتاعتنا على سرعة عدة القطع. سرعة القطع اللي عبارة عن ايه تغذية عدة القطع اللي هي 2/10 ملي لكل لفة في عدد لفات يطلع للمشوار الواحد. لو انت عندك 5 مشاوير او حاجة انا قلت لك عدد المشاوير حسبناه ازاي. انا عندي الشغلة 60 ملي ناقص 40 اللي هو النهائي طلعت فرق بين الاثنين 20 بس دي على الديامتر انا بحسب العمق الكلي على الراديوس يبقى نقسم على 2 ال 20 على 2 طلع 10 انا في المشوار واحد بشيل 2 ملي يبقى 10 على 2 5 مشاوير. 5 مشاوير اضرب زمن المشوار واحد كنا حسبناه مع بعض 3 يبقى 15 الزمن التشغيل الكلي 15 دقيقه وتبقى 100% وبقيت مهندس قد الدنيا. خلاص يا باشمهندسين انا عدت ثاني هو عشان زميلك اللي بيقول ما سمعتش. خلاص في حد عايز يسأل حاجه تانية قبل ما اطلع عشان اسجل تاني اعمل ريكوردنج تاني للحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها يا ها لو سمحت هو ايه الورش اللي اتلغت من علينا الورش ايه اللي اتلغت من علينا يا ابني روح انت شوف ايه الورش الموجوده انت عليك كام ورشه ايه الحاجات اللي موجوده في جدولك خلاص يعني ورشه النماذج ورشه يعني اظن الالموتال ورشه كهرباء ماكش دعوه بيها في حاجات كده ملهاش لازمه يعني كهرباء انا ماله مال كهرباء مش موجوده في النظره اصلا كهرباء ولا الموتال ففي ورش ملهاش لازمه انت ركز على ورش طب بعدين يعني مش هي الحاجات اللي موجوده على الموديل باك يا دكتور الفيديوهات اللي هي على الموديل دي باك اللي احنا نعملها ايوه املى بس الكتاب وسلمه للاستاذ ناجي او لاي حد في الورش طب هيكونوا موجودين امتى يعني احنا بعد العيد ما هو موجودين من النهارده النهارده كان في شغل النهارده موجودين رحت يعني النهارده مش... بكره هتلاقيهم موجودين دكتور يعني... انا رحت النهارده الكليه عشان اسلم الكتاب وهم ما رضوش يدخلوني من على الباب لا اقول لهم عندي ورش رايح اسلم كتاب العمل هو كان في رمضان بس ممنوع لك الوقت بدا الشغل عادي قول لهم رايح اسلم كتاب الورش للورش للاستاذ ناجي او للدكتور عماد اللي هو مدير الورش بس هيسيبوك تخش لهم الراحه كذا كذا هو قال لي العميد قال ان ما ينفعش ان حد يخش وما رضوش يدخلني خالص فحضرتك ممكن تكلمهم تخليهم يخلونا ندخل نسلم الكتاب كان في رمضان الكلام ده عشان يعني يقول لك ايه كله اونلاين لكن الورش ما فيش حاجه اسمها اونلاين الورش عملي وما لهاش ميد ترم يعني ماشي امتحان ميد ترم لازم تسلم الكتاب عشان 20 درجه خلاص يا باشمهندسين وعلى كل في جميع الحالات انا هبقى موجود الاسبوع الجاي لا كله هيبقى فيس تو فيس من الاسبوع الجاي ماشي يا باشمهندسين ممكن ننزل الاسبوع الجاي نكلمه عادي سلمه عادي اه وانا هبقى موجود وموجودين والدكتوره فاطمه كلنا موجودين والدكتوره فاطمه ننزل الاسبوع الجاي ان شاء الله الدكتوره فاطمه موجوده بكره في الكليه وبعد يعني موجوده باليومين ورا بعض موجوده خلاص يا باشا في اي اسئله تانية؟ لا شكرا يا دكتور طيب معلش سلامه عشان اسجل لكم بس الحاجات دي شكرا